الرئيس السيسي يشهد تدشين الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر والذي يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية. دمشق تقول إن إدلب ستكون ساحة المعركة المقبلة للجيش السوري بعد استعادة حلب. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إسرائيل في نص يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان ويدعو إلى سحبه. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وخلال الاتصال أكد الزعيمان على متانة وتميز العلاقات بين مصر والبحرين على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع القيادتين إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات ودفع آفاق جديدة بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. الاتصال تطرق أيضا إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي العلم المصري على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز ميسترال، والتي تمثل درة تاج الأسطول الجنوبي لمصر في البحر الأحمر. حاملة الطائرات جمال عبد الناصر تمثل نقلة نوعية في صفوف القوات المسلحة المصرية بعد أن انضمت حديثا للقوات البحرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بافتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي بمدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر. كما تفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير في ميناء سفاجة البحري. لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال النقل البحري عالميا ولزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية التي يتم عبرها نقل 90% من تجارة مصر مع العالم ولجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجة البحري بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت نحو 510 ملايين جنيه. هذا الميناء الذي يعد من أقدم الموانئ البحرية المصرية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى 108 أعوام لم تطله خلال هذه المدة أيدي التطوير، هكذا أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان خلال حفل افتتاح أعمال تطوير الميناء. قد كانت أهم الأعمال التي شملها التطوير كالآتي: إحلال وتجديد البنية التحتية للميناء القديم بمساحة 440 ألف متر مربع، رفع كفاءة المباني القائمة، إنشاء محطة ركاب بحرية مع تطوير محطة سيارات التريبتك وتطوير محطة الشاحنات وتوسعة لساحات البضائع، أيضا إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 500 متر مكعب يوم، أيضا توفير محطات للطاقة الشمسية تلبي نسبة 25% من احتياجات الميناء من الطاقة الكهربية القصوى. اسمح لي اسالك على موضوع لوت ام اللي هي هتبقى متواجده عشان الجمارك وكده. ايوه. اذا كان الموضوع موسمي فاحنا مش عايزين نعمل عماله زايده بشكل مستمر لاطقم لتشغيل ونعمل لها اقامه، ودي تكلفه كبيره علينا. لا، احنا وقت الذروه احنا عارفينه، مواسم الذروه اللي بتوصل للميناء سواء كان في الصيف او في الاعياد او كلام من هذا القبيل، يبقى ال هيئة الميناء مع الجمارك يبعت أطقم تقعد لمدة أسبوع أسبوعين تبقى للحجم المطلوب، يخلصوا وبعد ما تنتهي المهمة يغادروا. وزير النقل الدكتور جلال السعيد أكد خلال كلمته أن تطوير ميناء سفاجة يأتي ضمن الخطة القومية التي تتبناها الدولة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية في مصر. التطوير اللي احنا بنتبعها الآن، واحد، تحديث البنية التحتية لدعم حركة التجارة،
2 جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، 3 تطوير الأسطول البحري المصري، تطوير الموارد البشرية، وعندنا في وزارة النقل معها تدريب المواني أحد المؤسسات المتميزة في هذا المجال، تطوير منظومة الشحن والتفريغ. مش معقول أبدا أنك أنت تقول أن أنا عايز أعزز التجارة مع السودان على سبيل المثال، أو أعزز قدرة المينا هنا مينا سفاجة من غير ما أطوره وأجهزه عشان نستوعب ده. ومش كمان مش معقول أعمل ده كله ومبقاش في طرق تربة المينا ده بالجنوب. أنا بقول الكلام ده دلوقتي لأن أحيانا بنبقى محتاجين نأكد ده عشان في ناس بتحاول تقلل من العمل وتشكك فيه، وكأن إن هي إحنا النهاردة الدولة معها أموال بتنفقها كده من غير تخطيط ومن غير رؤية للعمل اللي بتعمله. لا، العمل اللي إحنا بنعمله ده الهدف منه إن إحنا ننقل ونحول ونجهز بلدنا لمستقبل أفضل. وخلال الاحتفال قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر شبكة الفيديو كونفرنس بافتتاح مشروع تعميق الممر الملاحي لميناء دمياط ومشروع إنشاء ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استهل جولته بمشاهدة الاحتفال بافتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي بمدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدق صبحي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وخلال الاحتفال ألقى قائد القوات البحرية اللواء أركان حرب أحمد خالد سعيد كلمة أكد خلالها أن مصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تمتلك حاملتي مروحيات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والقدرات القتالية، مما وضع مصر في مصاف القوى البحرية المتقدمة. كما شهد الرئيس السيسي 5 بيانات عملية قدمها عناصر من اللواء الثاني وحدات خاصة بحرية لاقتحام سفينة مخالفة لقوانين العبور الملاحي، وبيان لاجتياز بميدان الموانئ القتالية، وبيان لاجتياز ميدان الفقمة البحرية، وبيان المهارات القتالية، ثم بيان مهارات الغطس بحوض السباحة القتالي. وقد أظهرت تلك البيانات العملية ما وصل إليه أفراد القوات الخاصة البحرية من كفاءة بدنية عالية واحترافية في الأداء، بما يؤهلها من تنفيذ كافة المهام القتالية باحترافية وإتقان. كما أعطى الرئيس السيسي عبر شبكة الفيديو كونفرنس إشارة الافتتاح لقيادة الأسطول الجنوبي بما يضمه من تشكيلات جديدة. علاء رشوان، النيل. يرأس البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية، وذلك بحضور وزراء ونواب وشخصيات عامة وجموع من الشعب القبطي. كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت ترتيبات دخول القداس، وذلك في بيان رسمي نص على دخول جميع فئات الشعب من بوابة 3 المطلة على شارع مستشفى الدمرداش بالدعوات المخصصة لحضور القداس، ولن يسمح بالدخول بدون دعوة. يبدأ الدخول في تمام الساعة 5 مساء ولن يسمح بالدخول قبل ذلك وحتى 8:30. عدم حمل الحقائب الكبيرة أو أكياس المأكولات. منع دخول السيارات نهائيا في هذا اليوم، والالتزام والامتثال للإجراءات الأمنية والتفتيشية من قبل الجهات الأمنية. أعرب وزير المصالحة السوري علي حيدر عن توقعه بأن تكون محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية ساحة المعركة المقبلة لقوات الجيش السوري وحلفائه بعد نجاحهم في السيطرة على مدينة حلب. وأشار حيدر إلى أنه إذا فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية وإخراج المسلحين الأجانب وقطع طريق الإمداد والتمويل والتسليح وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء، فسيكون الخيار الآخر هو الذهاب إلى معركة مفتوحة معهم في تلك المناطق.
ساحة المعركة المفتوحة اليوم في المستقبل هي حقيقة إدلب، والدولة السورية قالت بأنها لن تتخلى عن أي بقعة من بقاع سوريا، وأظن أن إدلب هي من الساحات الحارة القادمة التي تطلع الدولة السورية بمسؤوليتها في مواجهة الإرهابيين في تلك المساحة. وبالتالي أظن أنه إذا لم يكن هناك من توافق دولي على حل الأزمة السورية يخرج المسلحين الأجانب ويقطع الطريق على الإمداد والتمويل والتسليح، وإن بقيت وبقي هذا الظرف الموضوعي قائما وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء، فالخيار الآخر هو في الذهاب إلى معركة مفتوحة معهم في تلك المناطق. من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده تدعم مباحثات السلام التي تعد روسيا لعقدها في أستانا خلال الشهر الجاري لبحث الأزمة السورية. أعرب كيري عن أمله في نجاح هذه المحادثات التي لم تدع بلاده لحضورها وتدعي بلاده لحضورها، واعتبرها خطوة للأمام قبل الوصول إلى مفاوضات جنيف المقررة في فبراير المقبل. كلنا نسعى إلى الوصول لطاولة المفاوضات في جنيف والتوصل إلى حل، وآمل أن تمثل محادثات أستانا خطوة إلى الأمام. لقد تحدثت مع ستيفان دي مستورا وكذلك مع لافروف، واتفقنا جميعا على أن الهدف هو الوصول إلى جنيف حيث الجوهر الحقيقي للمحادثات. The same objective remains, which is to get to Geneva, where the real meat of the talks is going to take. أعلن الجيش التركي مقتل من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في غارات جوية شنتها مقاتلات تركية شمال سوريا خلال 24 ساعة الماضية. استهدفت الغارات 28 موقعا تابعا لتنظيم داعش، حيث دمرت مخابئ ومراكز قيادة وأسلحة ومركبات. يأتي هذا في إطار تواصل عملية درع الفرات التي تشنها تركيا بدعم من فصائل سورية معارضة منذ شهر أكتوبر الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور إبراهيم زعير المحلل السياسي. دكتور إبراهيم بعد التحية. يا أهلا يا مرحبا. كيف ترى آخر التطورات الميدانية؟ يعني بطبيعة الحال حقيقة يعني هذه التطورات أدت إلى تعقيدات إضافية على إتاحة يعني أو فسح المجال للوصول إلى أستانا والتوافقات التي يعملها الجميع، ولكن على ما يبدو ولا سيما الجانب التركي يبدو أنه يريد من خلال هذه المجموعات الإرهابية الضغط على روسيا ومن ثم على الدولة السورية، ربما يأمل بمزيد من التنازلات في هذا المحفل الذي سيقام في أستانا. وبطبيعة الحال مثل هذا السياسة أعتقد أنها تعقد المسألة أكثر مما هي معقدة، سيما أن من سيحضر هذا المؤتمر أو اللقاء هي مجموعات مسلحة حتى الآن ما زالت تخرق الهدنة، وعشر فصائل مسلحة أعلنت تجميد موافقتها على هذه الهدنة وحتى المشاركة، إلا إذا استجيب لبعض المطالب التي تتحدث عنها، وهي ربما تطالب بالمحاصصة في مستقبل سوريا السياسي، بينما الدولة السورية يعني طلبت من الجميع حتى من الأمم المتحدة أن من يقرر مصير الحكومة السورية وحتى المؤسسة الرئاسية هو الشعب السوري فقط، ولا أحد يمكن أن يتدخل بهذه المسألة سوى الشعب السوري. للأسف الشديد تركيا ربما تضغط على الجميع من أجل التوصل إلى بعض المكاسب السياسية أو أن يكون لها حصة أيضا في الحل السياسي في سوريا، وبطبيعة الحال مثل هذا التوجه لا يمكن أن يساعد على نجاح أي حل سياسي. يعني سوريا واضحة وهي التزمت بالمعاهدة، بينما المسلحون كما هو واضح لديكم ولدى الجميع قاموا بأعمال لا يمكن أن يقوم بها أي إنسان على وجه التاريخ، بتلويس مياه الفيجة التي تغذي دمشق بالمياه، والآن دمشق محرومة من هذه المياه. يعني من يقوم بمثل هذا العمل الإجرامي والذي يعتبر جريمة حرب بامتياز، هل من الممكن الركون إليه بأنه يريد
يريد فعلا حلا سياسيا للأزمة التي يعاني منها الشعب السوري، يعني هذا بطبيعة الحال يطرح السؤال على المجتمع الدولي الذي وكأنه لم ينتبه إلى هذه المسألة ولا يعير اهتمام على مصائر الناس التي تعاني الأمرين من أجل الحصول على قطرة ماء. لذلك بتصوري هذه التعقيدات ربما هناك شكوك كبيرة بأن تركيا تقف وراءها، وهو على الأغلب وراءها تقف. لذلك أنا بتصوري لو كانت تركيا صادقة في اتفاقها مع روسيا عليها على الأقل أن تضغط على مجموعاتها الإرهابية المنتمية بكاملها إلى مجموعات الإخوان المسلمين وإلى جبهة النصرة الإرهابية وغيرها. لذلك أنا بتصوري المسألة تزداد تعقيدا مع الاقتراب مع الأستانة، رغم أصرار الجانب الروسي والتركي على أنهم سيعملون لإنجاح هذا اللقاء. يعني هذه التعقيدات ربما ستؤدي إلى إما تأجيل الأستانة أو لن يحقق أي نتائج إيجابية بالطريقة التي يطمح إليها الشعب السوري وشعوب المنطقة. شكرا للدكتور إبراهيم زعير المحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يدين الأمم المتحدة ويرفض قرارها الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. هدد السيناتور الجمهوري تيد كروز الأمم المتحدة بأنه إذا لم تسحب أو تعيد موازنة القرار الخاص بالاستيطان فإنه سوف يتقدم بمشروع قرار آخر يهدف إلى قطع التمويل الأمريكي عن المنظمات الدولية. تمهيدا لبسط غطاء حماية دولية على حليفتها الأزلية إسرائيل، صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدين ويرفض قرار الأمم المتحدة الخاص بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة. مشروع قرار الإدانة مرره مجلس النواب بموافقة 235 عضوا مقابل 186 رفضوا القرار، بينما امتنع عن التصويت 12 عضوا. الولايات المتحدة والكونغرس يعارضون ما حدث في الأمم المتحدة، وكان قرار الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت ضد القرار. في المقابل اعتبر أحد الأعضاء أن تأييد قرار إدانة الأمم المتحدة وتأييد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه القضاء كليا على حل الدولتين. القضية التي نواجهها الآن تتلخص فيما إذا كنا سوف ندعم حل الدولتين أم أننا سنمضي قدما في دعم الدولة الواحدة. خلاصة القول هو أن النشاط الاستيطاني وأي مستوطنة يتم إنشاؤها في الضفة الغربية والقدس الشرقية تجعل من الصعب إنجاز حل الدولتين. وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأمريكي الذي يمثل 22% من ميزانيتها السنوية، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين الذين يحملون الجنسيات الأمريكية وقد يتضررون من هذا القرار. ويستطيع الكونغرس الأمريكي حظر المساهمات الاختيارية التي تقدمها واشنطن للأمم المتحدة، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل الأمريكي يعتبر إجباريا ومنصوص عليه في معاهدات سبق له المصادقة عليها. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من غزة ماجد شبلاق مراسلنا هناك. ماجد، مجلس النواب الأمريكي بيدين ويرفض قرار الأمم المتحدة الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ما هي ردود الأفعال لديك؟ نعم، من المتوقع أن تكون ردود الأفعال الفلسطينية مستنكرة، خاصة وأن يعني مجلس النواب الأمريكي يذهب باتجاه مغاير لقرار مجلس الأمن الدولي والذي كان يعبر عن إجماع دولي يدين الاستيطان. على أي حال فإن القرار كما يراه خبراء بأنه قرار لا يتسم إلا بصفة الرمزية ولا يحمل صفة أو له قوة القانون، ولكن في كل الأحوال هو يعبر عن مدى انحياز التوجه السياسي الأمريكي وتأثير اللوبي الإسرائيلي اليهودي على الإدارة الأمريكية وعلى قراراتها. ولكن الفلسطينيون هنا ينتظرون تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب ولايته، وبعد ذلك سيقررون بالفعل ما إذا كانت تصريحاته خلال الفترة الماضية المنحازة تماما لإسرائيل ستطبق
على أرض الواقع أم أنها كانت فقط تحمل دلالات انتخابية. هنالك تصريحات من قبيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو الأمر الذي قد يفجر الموقف على نحو كبير، خاصة وأن هذا الأمر يعتبر مسألة خاصة بالأديان وتعتبر مسألة حساسة جدا فيما يتعلق بالقدس تحديدا وبالنسبة للفلسطينيين على وجه الخصوص. ولكن هنالك أيضا من يرى بأن الفترة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للفلسطينيين فيما يتعلق بإنعقاد مؤتمر باريس في 15 من يناير القادم، وإيجاد آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى إيقافه على نحو فوري. وهنا يعول الفلسطينيون على أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع أن تقف في وجه العالم الذي بدأ يشعر بمدى خطورة تلاشي حل الدولتين خلال المرحلة المقبلة. شكرا لمراسلنا ماجد شبلاق، كان معنا من غزة. خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق شرطي مدته 5 ساعات لمساءلته بشأن اتهامات في قضايا فساد، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو في شبهات بانتفاعه بشكل غير مشروع من عدد من رجال الأعمال، وهو ما ينفي رئيس الحكومة، فيما لم تعلن نتائج التحقيق فور انتهائه. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى هدايا بقيمة آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه. إلى العراق، حيث لقي 132 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق. وقال مسؤول عسكري إن طيران التحالف الدولي شن 15 غارة دمر خلالها العديد من آليات التنظيم الإرهابي وقتل عددا منهم. يبدأ اليوم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة إلى العراق تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين. يرافق رئيس الوزراء التركي عدد من الوزراء لتطبيع العلاقات التي شهدت خلافات حادة بسبب الوجود العسكري التركي في منطقة الموصل وانتقادات الرئيس التركي للميليشيات الشيعية في معركة الموصل. أفاد مصدر عسكري يمني أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 20 غارة على عدة مناطق باليمن خلال 24 ساعة الماضية، وأدى ذلك إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وآليات عسكرية في منطقة كهبوب شرق باب المندب. استهدفت الغارات مواقع تحت سيطرة الميليشيات وتعزيزات تابعة لهم في كل من صعدة ولحش، بالإضافة إلى مواقع في مديرية تابعة لمحافظة تعز ومعسكر العمري. أشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة نجحت في دحر الميليشيات الحوثية من عدد من المواقع الاستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة. أعلنت تشاد إغلاق الحدود البرية مع ليبيا بسبب الخطر المحتمل لتسلل إرهابيين، وأعلنت المناطق المحاذية لليبيا مناطق عمليات عسكرية بسبب عمليات التهريب التي يقوم بها سكان يقيمون على جانبي الحدود. من ناحية أخرى، بدأت الحياة تعود لطبيعتها بعض الشيء إلى مدينة سرت الليبية بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية في 17 من شهر ديسمبر الماضي خروج التنظيم الإرهابي داعش من آخر معاقله في المدينة وأخضاعها للحكومة الليبية. لا ماء ولا طعام ولا أمان، إنها لم تكن حياة، عبارة أجمع عليها الكثير من المواطنين الليبيين في سرت والذين عاشوا أياما صعبة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. حقيقة كانت أيام ما تمنلاش حتى لعدوك،
حتى العدوك ما تمهناش، لا في ما لا في لا في فلوس لا في الحقيقة المعيشة، الروح النفسية بالنسبة النفسية حتى وان ترقد في بيتك أو تجي لعملك ما فيش واحد يكذب عليك، رواحد ما فيش واحد متريح في سرت. التنظيم الذي تم طرده من آخر معاقله في سرت في 17 من ديسمبر من العام الماضي عاد بخروجه الحياة نوعا ما إلى طبيعتها ليتنفس سكان المدينة الصعباء ويبدأوا في ممارسة حياتهم الطبيعية. محلات ما شاء الله متوفرات من غذائية من خضروات من مخابز مواد التنظيف كل شيء إن شاء الله متوفر، اللهم لك الحمد الحمد لله. بالرغم من تحسن الأحوال بعض الشيء إلا أنه ما زال البعض يخشى من نقص بعض السلع الأساسية في الأسواق ويأمل في عودة المدينة إلى سابق عهدها. وضعها زي ما تشوف يعني متوسط الحال، يعني الناس من عدة حاجات من سيولة ومن نقص الدقيق ومن نقص حتى المية نقص في. وما زالت المدينة الساحلية تحتفظ ببقايا ما خلفه التنظيم الإرهابي من دمار، لكنها قطعا تخلصت من أفكاره المتشددة التي كان يفرضها على السكان عبر ما يعرف بالشرطة الدينية وكذلك فرض الضرائب مقابل استخدام الطرق والمحال والأهم من ذلك عودة الأمان. عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السناتور الجمهوري السابق عن ولاية أنديانا دان كوتس وهو ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية. اختيار ترامب للسناتور السابق يرمي إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما وأنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كوتس هو واحد من 6 سيناتورات و3 مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشهد تدشين الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر والذي يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية. دمشق تقول إن إدلب ستكون ساحة المعركة المقبلة للجيش السوري بعد استعادة حلب. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إسرائيل في نص يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان ويدعو إلى سحبه. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.